طياش يخطر على أذهاننا إحنا نجي نعمل فيه. والغريب والله اللي يألمك أكثر أن واحد عطشان ويما نبع هادر، عطشان وإلى جانبه النبع الهادر. يا أخي النبع الهادر آل محمد لولا يمكن. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش نبعد عنهم؟ المفروض أن ذولا عدل الكتاب. أبو جعفر أو أبو زرعة الرازي يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله من هم أهل الذكر اللي تعنيهم الآية؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال نحن أهل الذكر، لأن القرآن نزل في بيوتنا. ما إحنا مو جايين غرباء على القرآن ولا غرباء على هالأجواء، إحنا في جو محمد ورسالة محمد، وإحنا في هذا الدور في هذا الجو. القرآن نزل في بيوتنا وإلى الآن آثار زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. مو فرد وناش متطفلين على هالأجواء أبدا. هاي أجواءنا، هذا مناخنا، هاي قنواتنا. في واقع الأمر أن اللي يألمك أن الإنسان يتمحل والأدلة إلى جانبه، النبع إلى جانبه، وهو قد يتبرض الماء غير الصحيح. نعود للآية. الآية تقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني يقولهم أنتوا هذا اللي تأمرون به أولا فحشاء، والله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء، وأنتوا تقولون على الله ما لا تعلمون. نفاة القياس يقولون أن القياس قول على الله بما لا يعلم. فأنت الأمور أمور الدين لا تأخذها إلا من مصادرها الصحيحة، لا تأخذها إلا من المصادر المعترف بها عند المسلمين، المصادر اللي محل اتفاق عند المسلمين أنها تعذر، يعني معذر بينك وبين الله. لأن أرجوك أنت مكلف إجمالا، الله عز وجل كلفك. لما كلفك شنو اللي طلعك من عهدة التكليف؟ يطلعك من عهدة التكليف أن تتبع ما أمر الله به. وقطعا ما تلقى طريق، ما تلقى طريق مأمون كطريق آل محمد. هالطريق هذا اللي حقيقة يؤمن معه العثار، يؤمن معه العثار، لأن الله عز وجل جعلهم عدل الكتاب. الحديث النبوي إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.